ايه، هنتنقل الكلام على البراكتيكال سيشن دلوقتي. يعني زي ما اتفقنا ان الدوز موجوده، ستيبل موجود في الدوز سواء كان في الادلت او في البيدياتيك. دكتور احمد كلمنا كلمتين على السيبر بولسي، لان الحقيقه يعني البوتوكس بقى ابوفد في التامين الصحي بالنسبه لعينين السيبر بولسي وعينين التوستونيا، عشان كده احنا حابين نتكلم على السيبر بولسي، وان شاء الله قريب يبقى موجود في السبيسيستي في الادلت. ده التيبل ده هو السنه اللي فاتت سبته لكم، بس للاسف ضاع مني، ضاع ما جعليش. فلو حب يعني ان هو ياخد التيبلز اهوت، يعني ممكن اي حد يبقى مسؤول عنه ويبقى هو مسؤول ان هو يجيبه لي. بصفه عامه احنا في الغالب ما بنحقنش في سيشن واحده او في وان فيزيت اكتر من 600 يونت. لو كنا بنتكلم على اطفال يبقى على 12 يونت بي كي جي. في وان ليمب او في وان ماسل ما بحقنش اكتر من 200 يونت، ذيس از ماكسيمم دوز. لو كنا بنتكلم على اطفال يبقى ما بحقنش اكتر من 6 يونت بي كي جي. لو كنا بنتكلم ده لو كانت لارج ماسل، لو كان سمول ماسل يبقى بحقن دايما من 1 ل 2 يونت لو كانت سمول ماسل. عاده المفروض في سايت واحد ما بحقنش اكتر من 50 يونت. يعني لو انا عندي عايز احقن ماسل 100 يونت زي ماسل بايسبس او زي لايسبس، يبقى لازم احقنها في اكتر من سايت. الحجم اللي انا السوليوشن اللي بحقنه المفروض ان وان سايت ما يزيدش عن 0.5 مللي، ما يزيدش عن كده عشان ما يبقاش في ديفيوجن اكتر وما بيحصلش يبقى في سبيد اكتر من اللي انا بياند التارجت باس اللي انا عايزها. إيه، هنبدا بالانجكشن دلوقتي. هطلب بس الاستاذ البدري تعالى اتفضل. هو كده الشمال اشتغلت معايا وبقى لي فتره طويله عم الحن، واخر حقن كان ليا كان في اوائل 11 واتنقل في الشمال من فتره، اللي كان بقى 4 5 سنين شغال حقن. في اي حاجه بتزوده؟ في حاجه بتزوده؟ غالبا يعني الاجهاد وعقم الشغل بتاعي كمحاسب وارقام وكده فبيأثر معايا شويه بقى. غالبا لما النوم جامد، لا النوم ما اعتقدش مش تسهيل، بالعكس بحس لما انا بنام برتاح شويه احيانا. لما حقنا المرات اللي قبل كده كان في تحسن؟ لا الحمد لله، الحمد لله احسن احسن. طيب دي حاله بليفوسباز وحان بقاله فتره، وزي ما قال انها ساعات بتبدا على ناحيتين انما ساعات بتبدا في ناحيه قبل الثانيه. بيسيبتيتد باي اكزوشن باي ووك، وزي ما اتفقنا ان هو ممكن يبقى ساعات انك انت تبدا كتابه صغيره دي تبقى بيسيبتيتد بليفوسباز. ممكن احيانا الاكسبوشر لايت لما ياخد لدافت ده الحاجات ديت ممكن تعمل لنا اكسبوشر. احنا بنحل دايما سامعيني كده؟ احنا بنحن في الاوبيكولايزي كولاي على ناحيتين، واحيانا ممكن نحن في الكوجيتو سوبر سيلياي سام تايمز، احيانا ممكن اطلع شويه على الفانتاليس حسب ما انا شايف. غمض عينك كده. طبعا انا بنشف بالكول الاماكن اللي هحقنها. لو في قطنة ناشفة بس وحمسة، لو في باسكت يبقى جنبنا بس عشان نرمي فيه. تمام. يعني الاوبوكلايز والكلاي دايما انا بحن فين؟ بحن دايما ما بين الاوبيتال بات والبلبيبال بات، يعني في الكيز اللي جوه. اوكي، انا عندي 6 سايد، في الابر ليب، في الاوتر انك كانسس، في الميدل، في الانر كانسس، في اللور ليب، في الاوتر كانسس، في الانر كانسس، في الميدل. لما في الابر ليب انا ببعد على الميدل ليه؟ عشان ما اجيش جنب الليفيتوس سيبيريوس ماسل ما يحصلليش العين توزس. في اللور ليب انا ببعد على الانر كانسس عشان ابعد عن اللاكيمال جلاند. يبقى في الابر ليب بحقن في الاوتر كانسس وفي الانر كانسس وببعد على الجزء اللي في الميدل عشان ما اجيش على الليفيتو بالبيبس سيبيريوس والعين يحصل له توزس. ودايما ممكن لو عندي دوزس عايز اقسمها ممكن اقسم الاوتر كانسس تبقى الدوز الاعلى. يعني لو احن في كل بوينت من دي حقن 5 وحدات، يبقى دايما احاول اخلي لو ممكن احن 7 بقى و3 جوه. وساعات ممكن احن في واحده بس في الاوتر كانسس.
في اللور ليمب ممكن احن في الاوطى وفي الميدل. احنا حللناها دي في 2 سنتي، يعني بمعنى صح ان كل شاطه من دول بتحتوي على 5 وحدات. لو حللناها في 1 سنتي يبقى كل شاطه هتحتوي على 10 وحدات. انا عاده يعني بحب ان انا احللها في 2 سنتي في جميع الاحوال، ده بيسهل لي كتير. زي ما اتفقنا بحاول دايما اخلي ان الماكس بتاعه الميدل قدامي عشان ما ادخلش نيدل واقعد الفها اشوف ده حانت قد ايه. دي اول بوينت، عندي 5 وحدات. تاني بوينت، عندي 5 وحدات تانيين. في المصل لوزافيس انا ممكن احن انتا ماسكول او ممكن احن سب كوتينيوس او انتا ديمنال، عشان كده ممكن يملي بولي، يعني المصل مش هعرف ان انا الاقيها، فبالتالي ممكن احن انتا ديمنال او سب كوتينيوس عشان وتعمل لي بولي. دي كانت الناحية اليمين. الناحية الشمال أوتا كانساس بخلي النيدل ماشية لبعض، هحقن في الكوجيتو سوبس لياي جاست اللي هي بتعمل ابدكشن اوف باي، هطلع كده 1 سنتي واحقن. يعني بصيص مثلا هحقن فيها جزء صغير اللي فاضل. بس عايز بطنه في حاجة وجعتك؟ تمام. في أي ما قبل كده حقنت حصل منها مشاكل؟ ايه الاعراض اللي بتحس بيها؟ مره واحده كده حسيت بعدها بفتره، او مش فتره طويله يعني، كل شهر العين سمعت قوي في العين وحصل حمر جامد قوي في العين. هو احيانا طبعا ممكن يحصل طوزس لو احنا حقنا اكتر، بس غالبا يعني احنا زي ما قلنا تشيز افيسبل، انما في اغلب الاوقات الحقيقه مش بعد 3 اشهر، اغلب الاوقات بعد مثلا اسبوع بالكتير قوي بيتحسنوا، لان غالبا ده التوزس بيكون نتيجه ان حصل ديفيوجن اكتر بيوند المصل اللي انا حاينها. ودايما برضه بنبقى حايسين، احنا في الفيس دايما بنعمل دايلوشن في دوز قليله في فجوعه قليله، ونبقى حايسين طبعا ان الاولد بيشن بيبقى دايما ما فيش سبكوتينيوس تيشو كبير، فالديفيوجن بتاعهم بيبقى اعلى. تمام كده ماشي. في حالات مفيش سبازم، تعالي اتفضلي. ازي صحتك؟ موفقة. بس انا مش مشكلة ان الناس عايزهم ايه؟
طيب احنا بنشوف اكتر من الشاشه. طيب ماشي تلفي كده. هنشوف ما هيظبط الكاميرا المفروض المخرج. هنحط زي كومنت سكس بس ادي اهو كده بدل بالظبط واحد سكوت صغير بس تحت عندنا محلين من تيلز ونحن فوق. لا لا فاي بس كده عشان تبقى ريلاكس. فين ال احنا شايفين المخرج راح فين؟ طب لحد ما المخرج يظبط ممكن تلفي كده يبص عليكي؟ يعني اظن اللي مفيش سبازم واضح في ابر فيس وفي لور فيس. يعني احيانا احنا لما بنحن بس في الابر فيس اللور فيس دايما ريلاكس، لكن لما يكون عندي كده من تالز بالمنظر ده يفضل لازم ان انا احن في اللور فيس. طب احنا قلنا دايما خلاص هنلف بقى خلاص كده. محمد هيحن هو الاوبيكولاريز كلها احنا اتكلمنا عنها. اوكي المنتاليز سهل قوي ان انا احقنها، يعني لو انا ببص تحت كده يبقى في النص كده المثلث ده هو بيبقى غالبا المنتاليز، بقى على طول بيبقى الديبيسو ليبياي انفيريوس ماسل بقاهم اللي هو الديبيسو انجولايس اوس ماسلز. زي جوماتيكاس انا باخد خط كده من البيوز اوف ذا اي لحد الانجل اوف ذا ماوس وعند الميدل بالظبط بحقن اطلع سنتي فوق منها يبقى الزيجوماتيكس ماينو. لا بشوفها دي على طول في المجو، ودايما بحاول ان انا ابعد عن الزيجوماتيكس ماينو، او بصفه عامه لو افضل ان انا ابعد عن الزيجوماتيكس خالص يبقى احسن كتير. هنقول الاماكن تاني سريعا. انا هنا هو البحق ما بين البيبلر بارت والاورتال بارت بتاع الكلاس كيلوي. تمام ده طيب عن الميدل بارت علشان التولز واضغط عن الميديال بارت عشان اللكم. وبعد كده بسحب شويه اشوف لو في ده عاده في اي حقن كده اهوت واحقن خمس نفس الكلام بالعكس الناحيه الثانيه. اساسا لو كل لوك اللي يحصل لك سبيد يحصل لك توزس اكتر حاجه يحصل لك دبلوبيا احيانا ممكن. Angle of the mouse.
يعني باسم خط كده بالظبط ما بين الانجل اوف ذا ماوس لحد الايه البيولز وعلى الميدل بالظبط. يعني احيانا برضه ممكن لو عيان عنده اتاكشن ممكن بيحي لايسويس سويس بتحان، بس طبعا ده مش في الهيموفيشيا سبانس، ده غالبا في الاومن جيبولا ديستوني. خلاص اوكي بس هو خلص مش كده؟ خلص كله في احيانا حبه في البلاتيزم. استني استني شويه في احنا في البلاتيزم البلاتيزم الفضل في البلاتيزم وده العيان هو انا هطلع بس بقى المينتاليز دي اول حاجه عشان احن في الدبسو اللي بيين في رياس مصل وهحن في البلاتيزما وده ما تعملي بق كده لا لا اهو مش اعمل كده كده ايوه خلاص كده هنجيب بقية حالات الهيميفيشيا سبازم افتكر في الوش فين ست فوزية الفوزية الحاجة فوزية اللي بقى بس يعني لو عايزين تمشوا امشوا مش محتاجين تستنوا معانا يعني. لو عايز استني مثلا 10 دقايق بس لو في حاجة تبلغيني بيها لو مفيش يعني لو انتي كويسة تكملي نشوف في العيادة تحين مفيش بس تاني اتفضل اتفضل عادي اتفضل احس تفوزي ايه حالا اربع شهور ازاي اخبارك عامله ايه خمتي عينيكي كده جامد زي ما اتفقنا ان الهيموفيشيا سباز ممكن يبان مع الموشنال ستريس مع الفلانتي موفمنت او ساعات مع الفليكس موفمنت اديني كده يا احمد هاتوا جوانتي بس جوانتي تعالوا شوفوا مدرسه بعده تانيه سكول تانيه ايه مش فاضل من الحاجه الاولى احنا محتاجين بالظبط 25 واحدة 25 طيب انتوا بقيتوا عارفين فانا هحين زي ما قلنا في الانر كانسس خمس وحدات هحقن في الأوتا كانسس فاضل معايا 10 وحدات واحدة هحقنها في المنتاليز واحدة هحقنها في الزيجوماتكس فين هاني فين في حالة تانية مفيش اسمها كانت موجودة طيب احنا عندنا دلوقتي عندنا حالة عندنا السبازمودي توتشيكولوس يا مصطفى
خلاص ما اتفضل هنا خلصنا. تحب تعين انت؟ ماشي وانا في السلام عليكم. ازيك مصطفى؟ ازي اخبارك؟ بعد كده اخلع الماسك كده اخلعه خالص. تمام. يعني ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ احنا عندنا لاتيو كولس، اوكي، وعندنا الفيشن اوف ذا شولدر، اوكي، وعندنا احيانا في روتيشن. صحيح كده خالص. وعندنا برضو element of ريتو كولس خفيف. يبقى في الغالب مع اللاتي كولس ده انا هحقن ايه المصل اللي بحقنها دايما؟ بحقن سبينيوس كابيتس على نفس السايت، بحقن ستينوكليدو مستويد على نفس السايت، اوكي، بحقن الليفيتوس كابلي ماسلز، ممكن احقن في الاسكالين جروب، ممكن احقن في السيمي سباينالس كابيتس. دي المصل اللي انا بحقن عليهم. يبقى في لاتي كولس على وان سايد، يبقى في الغالب هحقن ستينوكليدو مستويد على نفس السايد، وبحقن الابسي لاتال سبينيوس كابيتس ماسلز، ممكن اساعد معاهم كمان بالمصل اللي هي الليفيتوس كابلي موجوده تحت، وممكن السيمي سباينالس كابيتس. العيان احيانا زي ما قلنا شراجنج اوف الشولدر ده، يبقى هحتاج ان انا دايما احقن كمان الترابيزيوس ماسل. احنا نسينا نخلع ده عشان تبقى مستريح شويه. طلع جي بس من ايد واحدة بس عشان بس احنا بس. طيب عندك امبولين، امبولين مش مشكلة، مش هعين كتير. ايه؟ طيب جيب ام جي يا احمد، ام جي يعني الستيت مستويد، دي مستويد
لو انا عايز اخليني احن على الليفت سايد يبقى اخلي العيان روتيت تو ذا اوبزيت سايد، ذو ايدي كده هناك، حاول تلف كده ناحيتي، ذو ايدي المصل اهي بقت موجوده. اوكي انا ماسكها بالصبعين اهو المصل موجوده. اوكي غالبا الستين كلود مصويبه هنا في تو سايد، طبعا ممكن تحينها من قدام ممكن تحينها من ورا. ده الاكتيفيتيز. تمام انا هحن امبول ونص هوزعها على المصل. هحن 50 وحده يبقى 25 وحده تحت، وهطلع فوق شويه في سايت اعلى شويه وهحن عشرة وحدات او 15 وحدة، يبقى انا حققت 40 وحدة في الستين كيلو مصر. طيب عشان الترابيزة السهلة ارفع زقيني كده لفوق، لا بكتفك ده، تمام ادي الترابيزة مسلز، تمام زقيني كده لفوق زقيني كده لفوق المصل اهي ترابيزيوس. عادة بقسمها لتلات اجزاء، اوكي ابر باط لور باط وميدل باط. طالما ان انا بتكلم على الفيشن فانا غالبا هتكلم هحقن على الابر باط. زقي كده لفوق شغالين الاستيموليتور كده، علي شوية، أيوة تمام، شغل الإم جي تاني، أهم مصل بقى الحقيقة اتنين مصر حينها دايما هي سبلينيس كابيتس. سبلينيس كابيتس بلاقيها ازاي؟ ادي ستينو كليدو ماستويد، لف كده هناك، لا هناك، ايوه يبقى انا ستينو كليدو ماستويد اهي باينه، وانا مسكتها اهو ومشيت وراها. خليني بايدي التانية زقني كده ماشي ورا لحد فوق، تمام ده الستينو اهو خلاص اهو ستينو كليدو ماستويد. انا عايزكم بس تشوفوا ماسكها وماشي لحد فوق ماشي. ترابيزيوس ارفع كتفك كده يبقى بمشي وراها، زقني كده بمشي معاها لفوق عند التيب اوف ذا في شيب. ايه دي؟ هو المكان اللي هحن فيه السبلينس كابيتس. يبقى انا بحن بمسك اهو ستينو كليدو ماستويد وبمشي وراها لحد فوق اهو، لحد اهو ماشي على الخط ده اهوت لحد ما وصلت لفوق. وادي الترابيزيوس انا ماسكها وماشي ورا لحد فوق عند التيب اوف ذيس في شيبد ايريا، هو المكان اللي انا هحقن فيه السبينس كابيتس جاست انتيو تو ذا ترابيزيوس ماسل. زقني كده ايوه يعني
العيان ريلاكس وبص الهايبر اكتيفيتي دي سبونتانيوس اكتيفيتي ماسل اكتيفيتي سامعينها كلنا تمام. دي اكتر ماسل حاحين فيها هحن بس جوه صغيره في السيمي سبلانس كبيتس اكسبتال بوتيوبانس في الميد لاين بنزل تو فينجرز داون وتو فينجر لاتر اوكي. يبقى دي اكسبتال بوتيوبانس في الميد لاين بنزل تو فينجرز داون تو فينجر لاتر وبحن وبدخل ديب شويه لان المفروض دي تحت الترابيزيوس واحدة. زي ما اتفقنا ادي السينوكليدو ماستويد كل واحد دي ترابيزيوس اول واحده فوق بتقابلني هي سبينيوس كافيتس وبعديها الفيتوس كابلي وبعديها الاسكالين. الفيتوس كابلي دايما بحقنها جاست ان فرونت للترابيزيوس عند البيزوزانيك يعني في المكان ده بالظبط زقني كده تمام جاست ان فرونت of the trapezius عند the base of the neck. أريح كده خلاص. العيان from time to time بلاقي rotation to the right فأنا هحقن دوز صغيرة أوي في السينوكليدو في الماستويد على right side 20 وحدة بالظبط في one side. ستيلو كليدو مصطيد على على اللايت سايد 15 وحده اللي فاضلين دول هحلهم. تعرف تزقني كده هناك؟ لا هناك. طبعا نيدل جيب بقت خاصه بالعيان ممكن نيدل بيحتفظ يعني نيدل دي الهيدروبيك نيدلز ذيس از اي ام جي نيدل سبيشاليزد لكل عيان عاده لو انا هحقن العيان تاني بديها له عشان يحتفظ بيها دي ما تتعقمش بتتعمى. دي الهيدروبيك نيدلز هي طبعا ليها فتحه خاصه بتوصل على الجهاز عشان تستلم اي ام جي والثانيه فوق زي انجكشن. طبعا تهمني قوي لما اكون احقن حاجات مصل زي النك لما احقن مصلز في الهاند احيانا في فوق في مصل مش محتاج النيدلز يعني اذا كان بايسبس هامسترنج مش محتاج نيدل ده هو ديسبوزابل فبالتالي يعني حاميها بعد كده انما لو العيان هحقن بيه بخطب منه ان هو يحتفظ بيها. هي نيدل كان ثمنها 130 جنيه مش عارف دلوقتي بقت بكام كانت 130 جنيه دلوقتي بقت بكام؟ ايه؟ طيب بقت ب 550 جنيه يعني اضافه برضه لل 550 بس ده كتير قوي 550 خلاص خلي النيدل دي معايا عايزين النيدل اوكي خلاص ساعات بيلبسها وساعات بيلاح. طيب إيه هننام هنا ايه فين ال هينام ازاي؟ تمام طيب كويس نام كده واحد وواحد واحد ايه محمد ده شو اسال احمد ماشي احمد لا هيخلصوا احنا لسه عندنا حالتين هنديله واحد او واحد ونص واحد ونص
هو بخيل اصله ابن زين احمد، بيقعد يفاصل معايا، بيقعد يفاصل، بيقعد نفاصل. بس عندنا حل تاني. يعني فليكشن بتاع الفينجر باين والصنب ان بالم باين كده. وطبعا البونيشن دي اكتر مشكله في العين. واحدة ونص كفاية. عندنا تلات حالات باينة، هنحاول نقلل. يمسك معاك. لحد ما احمد يجهز العيان. طبعا يعني سيمبلي كده البونيتو تشيز، البونيتو تشيز بتطلع من الكومن تندون اللي هو موجود على الميديال ايبيكوندايل عشان تبقى انسيتد في اللور باتو اوف ذا ايدجز. انا اللي بعمله كالتالي، كنت عايز باخد لاين من الميديال ايبيكوندايل لحد التندون بتاع البايسبس، في الميد بوينت بنزل 3 بوينت باي 3 فينجرز، يبقى انا في البونيتو تشيز، او 2 فينجر قصدي بيبقوا في البونيتو تشيز. بنزل 4 فينجرز ببقى فليكسو كابيا جيلس، بونيتو تشيز فليكسو كابيا جيلس، فليكسو اكستن فليكسو ديجيتو سابلمس، وبعد كده فليكسو كابيا الناس. يبقى بناخد ميد بوينت ما بين التندون اللي هو سهل ان انا اعمله لوكاليزيشن بتاع البايسبس، وبين الميديال ايبيكوندايل. في الميد بوينت دي بنزل 2 بوينت، يبقى انا في الفليكس بونيتو تشيز. بنزل 4 فينجرز، يبقى انا في الفليكسو كابي النايز ماسل. اوكي، فليكسو كابي هاجيالز ماسل، الفليكسو كابي النايز ماسل باجي دايما على اللاتال، على اللاتال اسبيكت بين الجنكشن بتوين ذا ابر وان سيد اند تو لوور تو سيد اوف ذا فور ارم. بطلع 2 فينجرز فولا تو ذا النا وبدخل، دي فليكسو كابي النايز ماسل. اوكي، الابدكتو بولشيس او فليكسو بولشيس لونجاس ماسل دي موجوده بتبقى على على الشافت بتاع الريجس بالظبط، في الميدل اوف ذا فور ارم، ميدل اوف ذا فور ارم على الشافت بتاع الريجس، وبدخل بحال. البونيتو كوديتس العيان بتبقى في السوبينيشن بوزيشن، في البونيشن فول بونيشن. كل الحاجات الثانيه العيان فول سوبينيشن، البونيتو كوديتس فول سوبينيشن. عند لاين بقسمه من اللاتال والميديال ستايلويد بوسس، في الميد بوينت بطلع 3 فينجرز وادخل بالنيدل بتاعتي،
بعدي الانت اوس انتيو انت اوس من بين وبحين في البونيتو كوديتس ماسل. يبقى دي بونيتو كوديتس بونيتو تشيز فليكسو كابيا جيلس فليكسو كابيا الناس المصل الاخير اللي احنا قلنا عليها اللي هو الفليكسو بولشيس لونجاس ماسل. الفليكسو بولشيس الفليكسو ديجيتوم سوبرفيشالز وفليكسو جوفنديسيس ليها طريقه ظريفه جدا، ان انا بمسك ليست بتاع العيان بايدي والفينجرز بتاعي بيبقى دايركتد تووردز ذا تندون اوف ذا بايسبس، وبدخل بالتيب بدخل النيدل بتاعتي جاست النا تو ذا تيب اوف ماي فينجر. اوكي حتى اوريكم احسن على محمد انو اهو بمسك الليست بتاعي الفينجر بتاعي دايركتد للبايسبس تندون وجاست النا تو ذا تيب اوف ماي فينجر بحي. دي غالبا بتبقى الفليكسو كابي فليكسو فليكسو ديجيتوم سوبر سابلمس. وطبعا تيست المنوفر بتاعي ان انا هي طبعا التندو بتاعها بيبقى سيتد في البوكس بل انت في السكند فالنجيز، فانا بمسك بعمل هايبر اكستنج للتيتا فينجر وبطلب من العيان ان هو يعمل فليكشن للبوكس مال انت فرنجال جوينت للفي فينجرز. اوكي بمسك ثلاثه فينجرز بايدي بعمل لهم هايبر اكستنج والفينجر الفي بطلب منه انه يعمل فليكشن للبوكس مال انت فرنجال جوينت بوكس مال انت فرنجال جوينت فليكسو ديجيتوم بوفاندس بمسك العيان وبطلب منه ان هو يعمل فليكشن للديستال انترفرنجال جوينت. حرك سمعك كده نشغل استيميليتو احسن ده عشان يشوف خلي كمان اهو شايفين احنا السايد ده مش سايد البرنيتو تيريس خالص، وده نتيجة كل ما نستنى كل ما يحصل شورتنينج يحصل ديفورمتي المصل تبقى في غير مكانها حتى الافكت ده مش كويس. يعني احنا المفروض بعيد شوية، انما
انا حاسس بيها انها بدات تعلم معلينا. شايفين فينجر؟ ادي اول واحد. لو عملنا كده ادينا جزء ساعات وانا جوه ارحل ناحيه الميديال شويه عشان اذا كنت اقدر اجيب بقيه الديجيتس. ساعات بتيجي، ده بيبقى رزق بقى. هتيجي يعني ان شاء الله. بدات يبقى في هنا اهو، لو خدت بالكم هنا في بدا، جبت انا الميديال اهو. وان كان يعني الديفيوجن تيكس ايفريثينج، لدرجه ان في بعض الناس انكسبيرينسد بيخبط الابره في اي حته تيجي. القصه ديفيوجن، انما مش شرط تيجي. نحن فيها حالنا في الديجيتس. خلصنا دي، احنا الوقت بيدهمنا. وانسى انك مراجع الاناتومي بيساوي ارتاحك، خاصه لو الاناتومي لسه نورمال في اول سنه. دايما من الافكشن الفليكسور البورنيتور تيريز بنتكلم من الميديال ايبيكوندايل لغايه الميد شافت، انا بتكلم دي المصل لو في وقتها. فاحنا حاجه من الاثنين، اما ناخد دايركت مباشره لو احنا قلنا خدنا 3 فينجر او 4 فينجر من فوق ونزلنا، او ساعات العيان يعذبنا شويه ومعايا لونج نيدل زي دي، اجي من عند الاوريجن اتخيل هي ماشيه ازاي وامشي وراها تراكنج ات، لانها المصل شيت صغير خالص. يلا انا خرجت انا. فلفل صغيره جيلز غالبا فليكس وكابيو جيلز كافو شويه. لا 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 لسه ما وصلناش ليها تاني، احنا خرجنا منها عشان وانس وصلت لها هي نفسك. واحد خلينا نعمل اللي انا بعمله لو انتوا ينفع. الكلام ده ما يتعملش غير في حاجه واحده. ايه رايكم؟ لا بروح هو اللي حرك الفليكسور ده. انا ايام تراكنج من الاوريجينال انسيرشن، لو خرجت اهو دخلت تاني، لو دخلت الفليكسور بونيتو تشيز انت معلي الاخر وط شويه. دي الفليكسور اهي كده، دي الفليكسور لوحدها. على فكرة الكلام ده يطلع بالصوت سهل خالص. هات الصوت اهو. هنا 25 كفاية بشر. خلاص كفاية. البروفاندس. طيب البروفاندس بالبلدي نايمه على الالنا العكس تماما، في الديب لاير نايمه هنا، نايمه على الالنا. فانا متخيل انها شيت نايم رفيع، حاجه من الاثنين، اما انا اخش عبر المصل الاخرى ولازم يبقى معايا اللي هي النيدل بتاعتها عشان نقدر نبقى نعرف احنا فين، لان الصوت ده دي بايبولر نيدل ما تاخدش ستيميليشن او ما تسجلش الا لما تكون في المصل نفسها، او ان انا رايح دماغي اجي على الالنا اخد فاكرين التلاتات تلت لغايه الميديال ايبيكوندايل، انزل اعدي التلت اللي هو 4 فينجر او 3 فينجر وابدا اتاتش البون وبارالل لي تانجنشال لي وادخل. اول ما بقابل هلاقي
الديجيت الأولانية ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، بوصل للآخر وأبدأ أقسم الحقن بتاعي سنتي 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 حسب ما أنا هم 4 سنتي 3 سنتي وأنا خارج. وسهلة جدا وظريفة، بس لما بطاتش البون البريوستيان بينفل شوية، فبحاول إن أنا أبقى بعيد عنه إن أنا برن ليه بس. يعني كده اللي قاله، لو أنا حطيت إيدي على اللوكان البوسيس وحطيت 4 فينجرز جاست أباف جاست تنجينشال تو ذا آرم، بدخل حوالي 2 سنتي أو 2 سنتي ل 3 سنتي، يبقى ده الفيس اللي هو الفوز والفيس ديس. بنزل 4 سنتي أكتر أو 5 سنتي، يبقى باخد اللي هي التو ديجيت اللي فاضلين الاندكس والميدل فينجر وال2 سنتي، يبقى انا بدخل اللي هو الجزء السوبرفيشال اللي هو رينج فينجر والليتل فينجر. شايفين؟ علي يعني معلش علي كمان علي كمان هنديك ده في الحين شايفين؟ ها ده الترمينال فالنكس، معرفش الكاميرا بينها ولا لا، ده الترمينال فالنكس، ادي اول واحد ادي دي لا قلل شويه هخرج شويه بقيت الثانيه بطي شويه صغيرين بس اهي هخرج شويه بقيت الاخرانيه لا مش لاوي كده اي كده احنا موزعة شوية ليه الفليكسور كاربي النيكس احنا خدنا موبايل نايت بان ممكن نحلو بايسبس وبيكيلس فليكسور عاوزة كنت عايز فليكسور البايسبس طبعا مصل ايزلي ابروتشي موجودة في الفرنت بتاع الفور ارم موجوده الاثنين هي بتطلع بتو هيدز اتس بيتر ان احنا ننحل في اللور بارت هو اباندنت اصلا في النيورو الموتور يونتس بس ساعات بعض الناس يقول انا ممكن ادخل يعني انا هعدي التلت الاولاني عشان التندون واسيب الجزء الاعلى واخش دايركت فيها اتني ساعد يعني بعض الناس يعني برضو فيها شويه من الـ sophistication شويه ان انا اخش ناحيه الهيد اللي هنا بعد شويه واخرج وانا جوه عشان البين ولو انا موجود اعمل ديبنج لغايه ما تاتش البون بيساوي البريكياليس نايمه بالبلدي يعني بكده انا بون تاتش وان انجكشن عملت يمين شمال يبقى 2 بوينتس اهمت وبعدين لغايه ما وصلت للبون انا حاسس البون بيتاتش اهو اطلع سنه صغيره ادي جزء واحرك الابره تاني وادخل بعيد شويه عشان ابقى اديت في 2 سايتس يبقى انا برضو لغايه دلوقتي بدي في 2 سايتس ولكن وانا موجود زي ما انا جوه. الابروتش اللي بعده اللي ممكن اخش بيها ان انا ابعد طبعا على الميديال عشان البريكيال ارتري واجي بنفس القصه اشوف اقدر دي انا حاسس بيها اهو البريكيوم اهو موجوده قدامي حاسس بيها اجي طالع فوقيها وماشي برضو برل ليها تانجنشال ليها لغايه ما اوصل ادي واحده فوق وبعدين اطلع وادي تحت يبقى انا كده اديت في 2 سايتس عشان ما بقاش بينفل وابقى وزعتها. بندي الانستراكشنز بتاعتنا استنى يا باشا بندي الانستراكشنز بتاعتنا ده الاساس وبنعرفه ان احنا مش جاست ان انت حقنت تطلع تجري. بعض الناس بيتخيل كده ما بيروحش الفيزيوثيرابي وبيزهق منه ما بيعملش تمارين نيوروبلاستيستي ما بتشتغلش تقريبا يحصل شويه ريلاكسيشن ويرجع تاني يقول لك ما جابش نتيجه. اي ام يوزنج نيوروبلاستيستي انا بدي فرصه ده بالظبط انا بعتبره عامل زي الفلاش على الطريق. انت ماشي على الطريق والدنيا ضلمه جدا وعاوز تمشي ماشي بسرعه 10 كيلو جالك فلاش عشان تجري عشان تمشي اول ما يدور عربيه نورت قدامك امشي بسرعه 100 كيلو لغايه ما توصل 10 كيلو في الضوء ده ويختفي الضوء يبقى انت كسبت ارض 10 كيلو اتفقنا ماشي. وبننبه عليه انه الاستريت وعندنا برضه مشكله البونيشن هي مشكله اساسيه وعندنا هنا مشكله واضحه قوي الحقيقه ما اعرفش كنتوا شايفين ولا لا حاولنا ان احنا
فليكشن فيست. فليكشن فيست اكتر ما هو كلينشنج التوز. يبقى انا محتاج ان انا اعمل فليكسو كابيال جيالس وفليكسو كابيال ناز ماسل الاثنين. السامبين بالب ما هوش جامد قوي انما في بونيشن وفي كمان فليكشن فوق. يبقى انا غالبا اكتر حاجتين عندي المشكله عندي البونيشن الفليكشن اوف ذا هيست. يبقى انا محتاج بونيتو تشيس وممكن احن في بونيتو كوديتس. محتاج ان انا احن فليكسو كابيال جيالس فليكسو كابيال ناز. الفليكشن اللي فوق في ثلاثه مصل الحقيقه طبعا البايسبس والباكيالس والبيكيو اجيالس. ماشي تنامي بقى ممكن تنامي كده تقدري تنامي. اتفقنا انا باجي اهو على الميديا اللي بيكون دايل وعلى التندون بتاع البايسبس في الميد واي وبنزل حوالي 2 تو 3 فينجرز. اوكي وبطلب من العيانه ان هي او محمد ان هو يلف ايد العيانه كده. اوكي ادي المصل تحت ايدي وانا ماسكها. اوكي طب شيل بقى كده. هحقن 3 فينجرز 3 هحقن 25 واحدة. اوكي احنا قلنا اللي احنا عندنا فليكشنست يبقى هحقن فليكسو كابيا جيلس وفليكسو كابيا ناز. فليكسو كابيا جيلس نفس المنظر اللي انا عملته كده بس انا هنزل اكتر شويه هنزل 4 فينجر وهبدا اخلي العيانه فليكشن اوف ذا هيست وسكابال انجيشن كده. بس بالظبط زي ما قلت لكم بونيتو كوديتس احيانا بنحتاج لها او يعني مش ادي ستالود موسيس لاتال والميديال في الميد بوينت وبطلع تقريبا 3 او 4 فينجرز وبدخل جيب لحد ما اعدي الانتيو انتوسس من بين وبحقن. تمام يلا مش عايزين نضيع عليكم الكوفي بيك. انا اكيد الكوفي بيك اهم. بص دايما احنا اتفقنا ان احنا عند الجنكشن بتوين ابا 1 سيد واللور 2 سيد. اوكي لما كان الدكتور احمد قال لنا وكان عايزين نحن عايزين الفليكس ديجيتوم بوفاندس كنا بنخش جاست تنجنشن على طول للان. هنا انا بطلع 2 فينجرز اباف ذا ان يعني بحس الشافت كده وبطلع 2 فينجرز اباف. اتنيلة بس من الناحيه الثانيه. ايوه تمام وادي المصل حسيتها. طبعا الناس اللي بيشتغلوا ام جي زي الدكتوره سونيا طبعا ما عندهمش مشاكل في الحاجات دي خالص. تمام عشان نحن بس مصر انتوا تكونوا شفتوها قبل كده. الباكيالس زي ما اتفقنا او الباكيالس طريقه تانية للحقن ان انا ادي بحس البالك بحس التندون بتاع البايسبس بطلع جاست لطل مش ميديال بقى لطل له وبطلع تقريبا 3 فينجرز اباف زي البوكيز وبدخل جيب لحد الاخر. طيب المهم انا هقول لكم اللي انا عملته خلاص. اللي انا عملته بالظبط كان كالتالي. انا جيت على ايه التندون بتاع البايسبس اوكي
وجاست بطلع لطل له اربع فينجرز كده اباف ذا بوبليتير اباف ذا ارت زي البوكيز وجاست لطل مش ميديال جاست لطل تو ذا تندون باحن وادخل جيب لحد الاخر دي البيكيرز مصر طبعا بايسبس ما فيش مشكله فيها لو حبيت احن في البيكيو جيرز بيكيو جيرز انا بحسها بسهوله قوي ايدي على اللطل ابيكوندايل والصبع الثاني على البايسبس تندون في الميدوي انا بمسك البيكيو جيرز وبدخل في النص طبعا المفروض انها بتعمل لي فليكشن واكستنشن في النيوترال بوزيشن ده بعد الاكزامبل اللي هو لين بقى خلاص انما احيانا انا بعمل الحنلين عشان احسن مثلا البين عشان اسهل الهيجين بتاع العيان عيان بابليجيك مش هيمشي يعني مهما حنته بس ممكن احسن جدا اسهل جدا البين الاكستنسوس بلازم فليكسوس بلازم سام تايم تشيز في بينفول سام تايمز ان انا بحسن الهيجين بتاع العيان العيان انا مش عارف البسه هدومه مش عارف اغيره مش عارف اقلبه انا اقول لماما الموضوع ده ماما مفيش حد مش عارف ان انت جاي كده طب هنعمل ايه يعني احنا بيصعب علينا بس ان انت تيجي وتقعدي وكانين كلهم دكاتره هيعملوا ايه يعني احنا نفس الموضوع ده حصل السنه اللي فاتت بس انت معانا مش هيبقى في مشكله استحملي ماما عشان خاطر هنقفل البتاع ده نقفل الكاميرا وهنصور من غير الكاميرا ماشي مفيش تصوير طيب استني شويه انا هعرف بعدين تعالي انجي راح نجيب محمد وبعدين نبقى نشوف تعالي انا ويا كوسي هي طبعا ده كان اكزامبل للور لمب يعني بس يعني هو اللور لمب اسهل حقيقه من الابر لمب في حقنه يعني المسل كلها بالكي ومسل سهل ان انت تودنتفاي وقلما ان انت تحتاج انك انت تبقى محتاج الانجكشن نيدل يعني هو اللور ابر لمب هو اللي بتحتاج الانجكشن زي كم دي سيبها كده احن البوفانتس احن الكارب جيلس والنيس والبونيتو واحن لنا فليكسو ديشتوان بوفانتس هايبر اكستنشن وفليكشن ده البونيتو حاجة واضحة بسيطة البونيشن مش مشكلة قوي يعني انت اكتر مشكلة عندك هنا الفليكشن تمام يعني الليست فليكسو كابيا جيرس والنيس طيب واطلع تو فينجرز هلاقي الفليكسو كارباي النارس والبروفاندا تنجنشال فوق ال فوق على طول البون يلا فاضل اتنين امبول مش كده جيبها طول الست جي سيدي خلاص عشان خليني اعمل لك كده تقدري تاخدي ايدك عليكي ها تتنيها لفوق دي كده ايوه شدي ايدي كده عليكي ايوه هتلاقي تندون هتحس شديها على فوق بس كده اي حاجه
بس خفيفة خالص ده الدكتور. ايده رفيع جدا. اه 25 و25 و50 من اللي فاضلين. تمام. تمام زي ما قلنا الفليكس باي النيرس الاثنين واطلع تو فينجر. هاجي لك انا من هنا. يلا. لحقنا 25 و25. تمام. هنحقن جزء صغير كده في البونيتو والباقي خليه كله الفليكس دي شامبو فندس. السن طويل ده خليه الفليكس دي شامبو فندس. مش لازم بونيتو خالص. بونيتو كويس. نخش تنجنشال فوق البون على طول. نخش الاول حوالي 2 سنتي كده عشان او 3 سنتي وبعدين هكمل. خلصوا كله خلاص. مش شايف ان بونيشر مش مشكله اهو. خلاص بس. تمام. الحاجه الاخيره بس يعني ديس از اكزامبل اللي هو لمب. احنا ما عملناش اللي هو لمب. فاحنا هنقفل الكاميرات واللي موجودين في الاول دول قاعدين ما فيش مشكله. الاربعه والاربعه اللي وراهم برضه ما فيش مشكله. ممكن ناخد حد مثلا من اللي بقى يبقى موجود حوالينا. ثلاثة مثلا او اربعه اللي عايز يبقى موجود جنبي. فين مامتها؟ معلش بقى انا هطلب ان انت تيجي على وشك. ماشي. هي بس بتتكسف من الكاميرا. بس هم كلهم دكاتره ما بتتكسفيش بقى. خلاص مشينا كل الغباء. يلا. احنا فاضل لنا 2 فايل. كل فايل في الوان لو علم. هناخد الميجر واللاتا الهمسين هحقن فيهم 70 يونت وهخلي او 60 يونت و40 يونت في في الجاستوك نيميس. انا ما عنديش مشكله خالص في الحقن هنا اهوت في الجاستوك نيميس. انا بحقن في الميجر هيد واللاتا الهيد. المفروض احقن في 2 سايدز بس غالبا هحقن في 1 سايد. يلا يا ميديال هامسترنج ولاتر هامسترنج. لاتر هامسترنج يبقى بايسبس. تعالي انت جنبي كده. هيبقى عندي بايسبس لونج هيد وشورت هيد بالظبط كده. انا بحن فين؟ بحن في الميد لاين. باخد باسم خط من الفيبرا هيد لحد الاسكال تيوبوس. بحن في النص بالظبط. اوكي. يبقى باخد خط من الفيبولا هيد لحد الاسكيال تيوبوسي وبحقن في النص. لو انا بحقن عايز احقن في سيمة الدونوزس يبقى باخد من الميديال ايبوكوندايل للاسكيال تيوبوسي وبحقن في النص. اوكي. طيب تيست مانوفا ان انا بخلي العين لو انا مسكت بايدي هلاقي المسل بالكي بالكي. ادي البالك بتاع اللات ميديال بتاع اللاتر هامسترنج وادي البالك بتاع الميديال هامسترنج. فده لو انا قسمتها هلاقي دايما ان انا في الميد واي كده اهوت هحقن بقيه اللي انا فاضل لي ده معايا.
عايز احقن جزء صغير كده في الشوت هيد، باجي عند الفيبلو هيد وبحس التندون اهو، التندون انا ماسكه بايدي وبطلع تقريبا 4 فينجر بيتس وبحقن جاست ميديال تو ذا تندون. تمام، عايز 50 تانيين. لا لا اديني سن كبير، سن كبير. دايم سنة مش حلو. طب هات لنا بقى النيدل. جاهز. ايه؟ اه جيبي كده، امال يعني هنستخدمها نيدل يعني وخلاص؟ هو عشان ال 520 ده كتير، فهو يعني انا خلصت حالتي دول هقفل، بس حط عندك مفيش مشكله. كده ايوه تقدري ترفعيها ماما، يلا وهينا كده، برافو عليكي، ارفعيها كده معايا، ايوه برافو عليك كمان. ادي الماسل اهي شايفها قدام عيني، بلك زي ما اتفقنا ميد واي ما بين الميديا بيكوندين وما بين الاسكال تيوبوس. ستيميليشن اه كده دخل اه تمام. اتسبلك مصل سيمين بونوزس، انا باجي اهو بحس من عند الميجر بيكون دايل، بحس التندون بتاع السيمي تندونوزس مصل وايتاس سيم تندون لحد ما اوصل للايبكس بتاع الفي شيبد ايريا اللي هي ما بين السيمي تندونوزس وما بين البايسبس لونج هيد اوف بايسبس، وبدخل جاست ميديال لو جاست قصدي لاترال وبدخل اهو بس كده. تمام الفايل خلاص كده. بتيجي يا سونيا تحقيني يا سونيا، مش عايزة؟ طيب ايوه ارفع لي رجلي، ارفع لي رجلي كده، ادي التندون اهو انا حاسه اهو، يبقى انا هوصل كده لحد الفي شيب دقيقة والتندون محسوس تحت مني وهدخل جاست لاتر كونتراكشن باين. زي ما اتفقنا الميد واي ما بين اسكال تيوبوستي والميجر بيكوندايل في الميدل كده، بحس بالكو بس دي على السيمي تندونوزس.
فايل اخي سينجا. اخي سينجا المفروض احمد فاضل معاك 50 وحده مش كده؟ ايه كده خلاص. طيب يبقى خلاص كده. كان المفروض ان انا مش كان المفروض ان دول اتنين فايل ايه خلاص هتراش هيونت. حلوين. ايوه مش كده شفت انا ما بنساش. اتنين امبول المفروض صح. هو كان عايز يبقى دي البايسبس ده بالذات ما يتشربش. مصل قدامي اهي. استميليت مصل يبتدي بقى فيها كونتاكشن واضح. هحن الشوط يتحن ان فيها جزء صغير. قلنا ان انا بطلع فوق فين جاز بيتس اباف ذا فيبلو هيد وبحس التندو وبمشي عليه وبدخل جاست من جلو. اخر حاجه اللاتر هيد بتاعت الجاستوبنيميوس.